برئاسة سودانية بدأت بقصر الأمم المتحدة بجنيف أعمال مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لشؤون الأقليات التابع لمجلس حقوق الإنسان تحت شعار شباب الأقليات نحو مجتمعات شاملة ومتنوعة، والذي يترأسه ممثل السودان والمجموعة الإفريقية الأستاذ طارق الكردي. انطلقت أعمال منتدى الأقليات العاشر في العالم في القاعة الكبرى بالأمم المتحدة بجنيف، والجلسة الافتتاحية شهدت حضور متميز من الدول والمنظمات وكذلك ممثلين للأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص بشؤون الأقليات وكذلك نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان. وهذه المخاطبات ركزت على الموضوع الأساسي لهذا المؤتمر هذا العام والخاص بالشباب، الشباب وكيفية اندماجهم في المجتمع، والشباب وإبعادهم من التطرف، الشباب والتعليم، الشباب وإتاحة الفرص لهم، كيف يكون شباب الأقليات جزء من النسيج الاجتماعي للمجتمع. والذين تحدثوا هذا الصباح أدلوا بدلهم في هذا المجال، ورئيس المؤتمر الأخ طارق كردي الذي تم ترشيحه من قبل السودان ثم أصبح مرشحا أفريقيا ثم نال ثقة الجميع، هو ترأس المؤتمر وألقى خطابا مضافيا في نهاية الجلسة الافتتاحية تحدث فيها عن مرامي هذا المؤتمر وعن تجربته هو في العمل في مجال العمل الإنساني. قرر مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي اختيار مرشح السودان والمجموعة الإفريقية رئيسا لهذا المؤتمر الهام الذي يترأسه السودان لأول مرة في تاريخه. وقال الأستاذ طارق الكردي رئيس المؤتمر في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية إن المؤتمر يناقش قضايا الشباب وشباب الأقليات في العالم، مشيرا إلى أن السودان يعد أحد الدول الشابة في القارة الإفريقية لما يتمتع به من ثروة شبابية تساعده في بناء المستقبل. أنا سعيد اليوم أن أمثل السودان في رئاسة هذا المؤتمر العالمي الهام الذي يعد من أهم المؤتمرات، حيث أنه يتناول قضية من أهم قضايا حقوق الإنسان وهي حقوق الأقليات. ويسعدني أن السودان شارك مشاركة فعالة وشارك بأحد المهتمين في حقوق الإنسان في السودان. أنا أعتقد هذه نقلة نوعية في علاقة السودان بالمجتمع الدولي، وهذه عودة ميمونة إن شاء الله للمجتمع الدولي، وهذا يؤكد ما ذهبت إليه مفوضية حقوق الإنسان في قرار الأخير بأن الوضع وضع حقوق الإنسان في السودان في تحسن مستمر، وهذه ثقة كبيرة يجب أن نبني عليها، ويجب علينا جميعا في كل الأطر في كل المجالات أن ندعم هذا التوجه وندعم الوجود السوداني في المؤتمرات العالمية وفي المجتمع الدولي، ونحن أهل لذلك، وشكرا. من جانبه أوضح دكتور مصطفى عثمان إسماعيل مندوب السودان الدائم بجنيف إن الموضوعات التي يناقشها المؤتمر تعد نجاحا مبكرا للمؤتمر لأهميتها التي تخدم قضايا الشباب وشباب الأقليات في العالم، مشيدا بالدور الكبير الذي قام به رئيس المؤتمر ولقاءاته بالمجموعات المختلفة مبكرا للعمل على إنجاح هذا المؤتمر والخروج بتوصيات تعالج قضايا شباب الأقليات وتعتمد من قبل مجلس حقوق الإنسان. هذا المؤتمر هو جزء من عدة مؤتمرات ما بين منظمات غير حكومية ومؤسسات رسمية ومؤسسات ما بين الحكومات، منظمات ما بين الحكومات، وتبادل الآراء وخاصة الاعتراف بالآخر، وهذا ما يهم وما ينتج عن مثل هذه اللقاءات، أي نبذ التطرف ونبذ العنف بالتطرف ونبذ إلغاء الآخر. إن موضوع حقوق الأقليات توجد مواثيق دولية واتفاقيات دولية وخاصة العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية والسياسية، إنه في مادته 27 ينص على احترام حقوق الأقليات
الدينية وحقوق الأقليات الثقافية بشكل خاص والاجتماعية واحترامها وخاصة في التعليم، وبدون تمييز وبدون تفرقة ما بين أقلية وأخرى، إلا فقط بتعليم لغة الأقلية، وهذا ما تنص عليه وتشجع عليه الاتفاقيات الدولية. مشاركة ممثلي البعثات الدبلوماسية وممثلي منظمات الأمم المتحدة والصحافة الدولية ومنظمات المجتمع جعلت من هذا المؤتمر مؤتمرا دوليا متميزا. مؤتمر دولي برئاسة سودانية حول حقوق الإنسان والشباب، هذا يؤكد أن السودان استعاد موقعه في الساحة الدولية. طه يوسف حسن، قناة النيل الأزرق، الأمم المتحدة، جنيف.